شوفوا يا إخوان، في الجانب النفسي، في الجانب النفسي الإنسان عنده التصور. لما يولي عنده التصور هذه الحاجة، هذه الحاجة كي يولي عنده التصور فيها تولو عنده المشاعر. مثل الفكرة أنا درت لها صورة، يولو عندي مشاعر، إما مشاعر تاع خوف أو مشاعر تاع رغبة أو مشاعر، أي مشاعر يكونوا عندك. نعطوا مثال، الناس اللي ربي عافينا يشوفوا عندهم الإدمان تاع المواقع الإباحية، وش يصالوا؟ يولي عنده الفكر الإدماني، الإدمان يولي في بعض الأحيان في الصلاة يبدأ يشوف هذيك الصور، لأنه علاش؟ عنده تصور داخل الذهن دياله. الشباب تاعنا الآن اللي الهاجس تاعو والأمنية تاعو أنه يهاجر، أنه يروح يحرق، وين راح تحرق؟ يقولك أنا نروح لأوروبا. معليش، وين في أوروبا؟ يقولك أنا نحب نروح لكندا، نحب نروح لألمانيا، نحب نروح لأمريكا. هذه ألمانيا وأوروبا وإسبانيا وأي بلاد يعني تحب تروح لها، والشي اللي خلاك أنت الآن تحب تروح لها؟ وما دام راك تحب تروح لها وعندك الرغبة باش تروح لهذيك البلاد، وش يصرى في الجانب العملي؟ تولي عندك التضحية، مثلا نقدر نركب البوطي، نقدر نخدم 75 مليون وبعد نعاود نمدهم للإنسان باش يحرقني. يعني هذه التضحية تاعك منين جات؟ جات من واحد الحاجة، ما هي؟ التصور. عندك تصور البلاد هذه اللي راك رايح لها، ولذلك ماهوش الأمر بمنيع الأحرف. مثلا زعما ألبانيا وألمانيا، قولي نروح لألمانيا، باطل ما نروحلهاش، نروح لألمانيا، بصح الفرق حرف، لا الفرق هو في التصور. قال أمريكا وباريكا، شكون قلب كيف؟ تقول لي نحرك الباريكا، ما نقدرش نحرك الباريكا، أمريكا بانت شبالة، علاش ما تروحش؟ فشفت التصور هذا كله مبني على التصور. الشيخ الآن كاين واحد الحاجة ودائما ندندن حولها، الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل لما خلقنا من رحمته أنه جعلنا هذا الغرائز، ومن رحمته أنه هذه الفطرة الله عز وجل يقول لك إحنا عطالها قيمة، هذه القيمة أنه الإنسان يحب الأجر ويحب يستمتع ويحب يكون هذه الحاجة. يعرف الله عز وجل ماذا وصف لنا الجنة بأدق التفاصيل، لما وصف لنا الجنة بأدق التفاصيل وأعطانا واحد الحوايج، قال لك ليس بين الجنة والدنيا إلا الأسماء. أنت كي تسمع العلم ما تقولش أنا ما نحبش العلم، لا العلم بتاع الجنة ماشي كما تاع الدنيا، ولا تسمع الرمان ما عندوش علاقة، أسم فقط. لكن مش حبينا نقوله بلي لما الله عز وجل وصف لنا الجنة بأدق التفاصيل، كما قال الشيخ مقبيل نقدر نريحكم حتى نفجر ونشرح لكم الجنة بأدق التفاصيل. علاش هذا أدق التفاصيل؟ باش انت يولي عندك تصور، كي يولي عندك تصور تولي عندك تضحية، تولي تقدر تضحي، تولي تقدر والناس يتضحك عليك بلي انت ماكش عايش، وتضحك عليك بلي انت معقد، وتضحك عليك بلي يا خو ما تقوليش ما عندكش طفلة، ما تقوليش اكل كدايا، ما تقوليش اقتلوا الصباح للفجر، ما تقوليش انت ما يجوش دير، ما تقوليش ما تلاوش مخدرات. انت عندك واحد التصور باللي ما راكوش فاهمين، ما راكوش فاهمين من انا رايحين، من جانب هذا الرغبه، ومن جانب الثاني الرهبه، من جانب الخوف. تقدر انت تقولي نخاف الجنون، هذيك الدار اللي مليحيدك مسكونه، اين باتوا فيها؟ جيت فيها الجن، اسمع انا تقربيه داعية السيد باسمي، عندنا ربي يجري وايو جنون، ربي اللي خلقهم. شوف المرضة تاع الجنون مصفادين الان، شوف القدرة تاع ربي. بصح انت تخاف الجنون، هذو الصغار تخاف منهم. الله عز وجل خلق لنا النار، وهذه النار هذه وصفها لنا بادق التفاصيل. علاش؟ باش الان نخافوا تجي المعصية وتقول انا ما نديرهاش. ماشي خاطش انت كي ديرها زعما عندك الكوراج، يقدر هذاك اللي ما يديرهاش عنده الكوراج اكثر منك، ما تلحقوش نتايا. لكن هو عنده واحد التصور تاع يوم القيامة، هذاك يوم القيامة رحمة الله عز وجل كل حاجة قربها لنا، عطانا واحد المثال، شغل حاجة قريبة لنا. مثال زعما النار، تصوروا لو كان ما كانش النار، ربي قال لنا يوم القيامة نعذبكم بالنار، نعذب يعني أهل النار يتعذبوا بالنار. صح التصور تاعنا النار ما كانش النار، مثلا ناكلوا عادي نشربوا عادي، بصح النار ربي ما هبطها لنا، ما كانش في الدنيا النار.
فمش يصالك ما عندكش تصور. قول كيش عملنا النار هذه تحرق، لكن الله عز وجل نزل لنا النار، خلق لنا النار في الدنيا وهي جزء من 70 جزء، باش يولي عندك تصور، باش يولي عندك تصور. تحكم انت بريكي كما قال الشيخ وديرو، ما نقدرش انت ما تقدرش. وبعد نروحوا سبيطار تاع المحروقين، اكو تشوفوا هذه هذه الصوره. لماذا؟ باش انت تقدر تاخذ موقف الان، تاخذ موقف باللي هذه وين انا رايحين، وتجي الموقف واحد اخر في الاخره. فلما انت نقول لك انايا لما نبداو نشوفوا كما قال الشيخ وصف لنا وصف دقيق في الجنه، نلقاو باللي الجنه هذه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت. لما انت تتصور باللي الجنه هذه ما فيها لا ما تكبرش، وما كاش فيها واحد مريض، ما كاش فيها واحد سيليباتير، والفقير فيهم خير من ملك الدنيا 11 مره وما تموتش. لو كان نقول لكم بلي كاين واحد البلاد اللي يدخلها يصرالها، تقول لي يا شحال الحرقه، نقول لك 4 مرايا، تقول بابا، تقول يا بابا بيعوا دارنا وبيعوا دار عمي ونزيدوا نسرقوا العباد ونروحوا لهذه البلاد، غير ندخلوا خلاص. ها مليحه تدخل خلاص البلاد هذه تلحق لها خلاص، ما تموت ما تكبر ما مرفه ما تريكيبيري دراهمك كل شيء صارك. الا يعقل انه الانسان يقول لك شحال الوقت هذه وش لازم ندير باش ندخل هذه البلاد؟ انا نبدا نقول لكم اين نحرقوا الجنه، نحرقوا الجنه، انا اللي حاب نحرق. نقول لك حاب تحرق، قول لي حاب نروح، انا اللي حاب نحرق الجنه، انا نخدم، انا اللي نخدم، انا اللي نخبي في الدراهم تعمل الدراهم تاع الحرقه. هذه الخدمه وشنو هي؟ انك تصلي صلوات في الوقت، انك ما تاذيش الناس، انك تقول كلمه طيبه، انك ما تضرش روحك. وانا اردت ان اغتنم هذا المجلس المبارك باش نتكلم عن المخدرات. الشيخ كان نبه على واحد الكلمه بدا بها، على انه الانسان في بعض الاحيان يحب يعيش في الاحلام. المخدرات تصنع لك الاحلام، تصنع لك الاحلام، تخليك تكذب على روحك، تخليك الان تكذب على روحك. كي الحب ندقوا في التفاصيل، شوف الان العقل تاعنا، هذا العقل كاين مواد الان تفرز، نواقل عصبيه، كاين واحد المواد الان كيميائيه تفرز في المخ ديالنا، يعني تخرج في المخ ديالنا. مثلا نعطوا مثال، انت حبيت ترقد، انت حبيت ترقد، واش صار؟ حبيت ترقد او رايح هاك حبيت ترقد، هاي انا جبت له الناس مالك طيح لنا التليفون، انا نحبس كي راه رايح هو خلاص نحبس انا. قال انت الان انت راك حاب ترقد، جيت انت الوقت تاعك تاع القاد ديالك، واش لازم يخرج؟ كاين واحد الماده تخرج واسمها الميلاتونين، هذه النواه في النواقل العصبيه تاعنا يبدا يخرج الميلاتونين. هذا الميلاتونين يبدا يخرج غير بالعقل، كي يبدا يخرج انت واش دير؟ تبدا تتاول. علاش؟ يبدا يمد لك رساله باللي انا حديت، انا بديت الناس، انت تبدا تتاول، ومن بعد واش دير؟ تبدا تروح للبلاصه ديالك، توجدها، تلبس مثلا الملابس تاع النوم، وبعد انت ترقد، وبعد لازم تهيئ واحد الجو باش هذا الميلاتونين يبدا يخرج، وبعد تطفي الضوء، الدراري يسكتوا، وبعد يبدا هذاك الجو يبدا يخرج، يتعمر المكان تاع العقل ديالك، يعمل الميلاتونين ترقد. هاك رقدت. لو كان يسرى وانت راك راقد هكذا راقد، فجأة ضربت زلزلة، صرا أمر، شو واحد بدا يعيط، جاو طبطبوا في الباب، فجأة واش دير؟ ميلاتونين يجبد روحه، يخرج الادرينالين، هرمون النشاط، قلبك يبدا يخبط، الادرينالين يمد رساله باللي ايا الدوره الدمويه تبدا تجري، صافي قلبك يبدا يخبط، باش ما يكونش قاعد في قلبك هكذا مع الميلاتونين وراقد، وبعد يجي كونفوا كبير تاع الدم، وبعد يترك قلبك، لا، نعاودوا نجبدوا، وبعد يقول لك لا، هرمون النشاط تاع لابانيك، قال هرمون الطوارئ، كاين البانيك، قال مش كاين. نوض هكذا نجري، يخرج الادرينالين، يبدا قلبي يبدا يخبط، ومع الدوره الدمويه نعاود نتبدل، وطالع عليا النعاس، وبعد نبدا نمشي، وبعد نعاود نشوف المشكل، بعد لا ما كانش منها غلطه، والجار فوقاني على الشيخ وخلعتنا، وبعد انت تعاود اعاده برمجه، وبعد تقول ما صرا والو، تعاود ترقد، وبعد انت حاب تفرح، جاتني حاجه تفرحني، جبت الباك لاي امر، كما قال الشيخ من قبل كلمه شابه، طبطب وبعد روح تخطب، وتطبطب وتخطب عجبتني هذه. قال انت حاب تطبطب وتروح تخطب، ويقولوا لك مرحبا بك، انت فرحت، كي تفرح انت واش يخرج؟ يخرج لك السيروتونين،
هذه المادة هذه تاع السيروتونين تبدا تخرج، تبدا تحس انت بالنشوء. المخدرات، مخدرات وجدان يا غريسي والخالية، هذه النواة اللي تخدم، هذه اللي تخدم عادي تخدم عادي، تعطيك المادة على حسب تجي انت تجيب لها مادة بريغابالي ليريكا اي امر هذا من المنشطات، تجي تغريسي هذه الخالية، خرجي لي السيروتونين. صحيح فلان انا نعطي لك مثال باش تصوروا يكون عندكم تصور، انا نعطيك 1 غرام قسمة لا هي تخدم تخرج له 500 غرام. 100 غرام هاك ما تقدرش نخرج لك انا 100 غرام، خرج لي الكوطا كاع تاع الشهر. يطلع نبدا نعيش في الاحلام، هذوك الاحلام تخليني فرحان سعيد، نهضر مع الناس. وانا كنت تيميد، شغل عندي واحد الحاجه وبعد نقول نهضر وفرحان، وبعد زعما هذا قلقني معليش ظهرت وانا نورمال، كنت تقول هذه السعاده اللي عايشها وهذا النشوه اللي عايشها. طلعت واحد الفرحه يا خويا، يعطيهم الصحه اللي خرجوا لنا ليك وسالوا وخذا. وانت طالع فرحت. وبعد الماده شكون اللي راهم فرحت؟ المادة هي اللي فرحاتي، خرجت هذاك السيروتونين كاين الان مخك ومعمر. وبعد هذيك المادة وش صار؟ تبدأ خلاص تبدأ تجبد، وبعد تبدأ خلاص. وبعد انت تعود تولي تحت منكم. علاش؟ لانه هذيك الخالية عيات خلاص، عييتها خرجت لك بزاف، تعود انت تبدأ تحس بالاكتئاب، تبدأ تحس روحك مقنوط، تحس روحك انني مقنوط اني كاره، وش كاين وش بيا، نحس روحي مانيش مليح. وش ندير؟ نبدا نحوس باش نزيد هذيك المخدر هذاك، نزيد نبلع. علاش؟ لانه طلعت النشوه، انا ما وليتش نفرح كيما كنت فرحو، انا الفرحه ديالي طلعت بزاف، وكي طلعت رايت هبط، لانه الخاليه خلاص عيات ما قدرتش تزيد تكمل تخدم، حبست لك ما تعطيك والو وما تقول لك حاجه ما تفرحني. وبعد ذاك نحس روحي ما بحوايج يفرحوا، حوايج يفرحوا زعما اختي تزوجت، بابا راح للحج، والو مانيش نفرح، مانيش الناس تضحك وانا مانيش نضحك. كيما قلت لك من قبل، تسمى الضحكه ماشي من القلب، تلقاه يضحك بصح ماشي من القلب، هو راح خلط في الموتور، شفت الموتور راح خلط فيه، بدل له كلش، بدل له كاع الميكانيزم. يجي ما بحب يرقد، يشرب يرقد وبعد يجي وبعد يقول لك خلاص، بعد يقول لك مانيش نرقد. بعد مش يصرى هذا الامر، لما طلعت انت تولي تعيش في الاكتئاب، يبدا الانسان يعيش في الاكتئاب، ويبدا لما يولي يتناول هذيك الحبه الاولى هذيك اللي يتناولها، تولي هي بعد ما دير والو. خاطر المرحله الثانيه هي مرحله التحمل. مرحله التحمل معناتها النهار الاولاني الجبده الاولى تاع القارور طلع هذيك باش توجدات لك، بعد تولي ما دير لك والو، تولي لازم الحبه الاولى، تولي ما دير لك والو، بعد تولي لازم لك زوج حبات. ولذلك كاين الناس يقول لك الحبة 10 حبات 15 حبة، وبعد يولي يقول لك انا ما يدير لي والو، هذه لازم يبدل، يعاود يزيد يطلع، يبدا يطلع ويدخل في الكوكايين هيروين تشوتنا. علاش يبدا يطلع؟ لانه يبدا دوموندي ما يدير والو 10 حبات ومازال مكتئب، واش يدير؟ لازم يلقى حل، دخل هو ويولي مسجون في هذا العالم. الشاهد انه ما راحش ندخلوا 100% في المخدرات مادام الجو راهو مختلط هنايا. كيما نقول لك حنا حبينا نتكلموا فقط على انه هذا الكذب على النفس، أن الإنسان يكذب على روحه، يبدأ يكذب على روحه باش يعيش وهم، ويعيش ما يعيش حقيقة، أو يكذب على روحه أو يعيش خيال. هذا الخيال اللي راه يعيشه، وش الشيء اللي خلى دوك الآن المخدرات منتشرة؟ الشيء اللي راه يخلي المخدرات منتشرة بهذه السرعة؟ يعني وين نروحوا؟ أي مكان، ودوك الطلبات، السلام عليكم، اليوم الأخضرية من يعني عدة مناطق، أرواحنا من الوهران، أرواحنا جيبوا أرواح وأرواح، ورانا عينا وين تروح؟ ما هو السر هذا الانتشار؟ يعني هذا الانتشار، هل الناس قاع راهي مهمومة؟ ولا الناس قاع راهي تسيي؟ ولا الناس قاع راهي تكذب على روحها؟ لازم نلقاو حل، كيفاش حنا نغلقوا؟ إذا حنا الآن بدينا نلقاو واحد الحاجة. أنا خلت نتكلم على واحد النقطة اليوم فقط. هذه النقطة ما هي؟ هل سرعة الانتشار بلينا يدخل؟ أي دخلت لنا من واحد الحاجة. هذه الحاجة أنه شت واحد عادو، إحنا خلينا البيبان مفتوحين، وواحد ما يهضر معاه. بيدخل الحومة يبدأ يدير، وإحنا على بالنا، بصح حنا مخليينه. لماذا؟ واحد ما يدخل روحه. كل واحد فينا وعايش لروحه. شت هذه الجلسة؟ لو كان كانت الإنسان يفكر باش يعيش روحه ما يجيش يديرها. ما نجوش نديرو درس مور العاصمة حتى لقريب المغرب
ومن بعد تلحق ما تفطرش مع ولادك ومن بعد الديماري تجي باش تلحق باش تقعد دير وتشوف دوك حباطات ما تقدرش ديرها في فمك خاطر تكون كاع تشوفوا فينا فهمتني تما تلقى راك تشوف فيها من الصباح انا والله راه شديت في الصباح هذا الشيء وكان يحكي لي على الجنه وانا نشوف لي طار قلت انا ان شاء الله كش واحد يدور ولا المهم هذه تاعي منا شاهد يا اخوان انه الانسان يبدي يشوف انه كل واحد فينا الان ويعيش روحه هذا يعيش بروحه الانسان يقعد عايش بروحه لما يعيش بروحه كل واحد يغلق الباب تاع الدار ديالو خلينا هذه المخدرات هي تدخل ويتخطف لنا كل واحد يتخطفه فلما جينا الان الى نتكلموا على مساله الدوره في الحياه انت الان ايها السامع كل واحد فينا الان يحس بلي الكلام راه موجه ليه ما هو دورك في هذه الحياه وش هو الدور ديالك في هذه الحياه بعد الكلام اللي سمعناه من هذا الشيخ انا والله يعني خويا الطاهر ما نتصورش بلي انسان غدوه الصباح ماهوش يصلي غدوه الصباح ما يجيش للفجر والله العظيم وما تجيش غدوه للفجر وتموت غير غدوه غير شهفك هاي شهفك تسهل كيش تسقالي سمعتو تحلال هاي الله سهله جنه نار مكان حتى حاجه فلما الانسان يدي يشوف ما هو دورك في هذه الحياة؟ واش جينا نديرو؟ لازم نفهم واش جينا نديرو؟ شكون فيكم ما يعرفش ناس راهم في الآخرة؟ يعني في الآخرة ما تعرفوا في البرزخ راهم في القبر، كاع نعرفوا ناس راحوا. فلما الإنسان يبدا يشوف الدور ديالي في هذه الحياة ما هو؟ ما هو الدور ديالي في هذه الحياة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما نشوفوا التسخيرات اللي ربي سخره منا. سماء الارض اشجار انهار كل حاجه ربي خلقها لخدمتي كانت الان تخدمك باش انت الان ما المواد ها شوف المخ ها عندنا مواد دوك انت ضاري ترقد على 9 على 11 لقيت بلي راني حاب نحضر محاضره قلت للمخ العقل ديالك قلت اصبع ما تخرج لي حتى حاجه خاطر عندي محاضره ما يخرجلكش غير تخلص محاضره تدخل تبدا تتاوب علاش قلت له خلاص يخلص المحاضره من الدار شفت كاش يخدم عندك او يخدم عندك تاع عندك حاب تخربه راك حاب تخرب الحال وتقول بلي لا 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 انا نعيش هكذا انا نعيش فرحان انا نعيش كذا فلما الانسان يفهم بلي عندك دور في هذه الحياه تاديه وانت الان عبد لله ما تملكش روحك هذا البطاطا والبصل والفريزه والبانان هذو كاع اللي خلقهم لنا ربي ماشي باش انت تاكل باطل افحسبتم اننا خلقناكم عبثا فلازم تفهم بلي عندي دور في هذه الحياه القصيره ما تسواش الحياه مقارنة مع الخلود مع الشيء اللي راهو جاي النعيم تاع الجنة مع النعيم تاع الدنيا هذا ما يسواش كاع ما لا يقارن فلما الإنسان يعاود يولي للدور ديالو أبنائي وشباب تاعنا وإخواننا اللي يتناولوا المخدرات عندهم واحد المشكلة وشنو؟ أنه ينتقم من روحه يحس روحه باللي نقدر نأذي روحي على جال الناس ما تحبوش واحد وليد فاميليا دوك تشوف واش ندير في روحي لا حبك كي نديرك في القبر ما نساوك كاع الناس تنساك والديك وينساوك صحابك النهار اليومين وينساوك وانت راح تلقى هذا الجزاء وتلقى شوف هذاك الحكايات اللي راح يتصراو بعد وضعك في القبر بداية الحياة الجديدة فلما الانسان يولي ينتقم من روحه حب روحك علاش كي تحب روحك لازم تسلك روحك لازم تفهم بلي علاش انا ما ندخلش الجنة وعلاش انا ما نخش من اهل الجنة واش رايك كان انا من اهل الجنة وندخل الجنة ونعيشو نعيشو تسمى في الجنة تعيش هذه النشوة ماشي هذه النشوة تعيشها يعني تعيش نشوة تاع الفرحة طبيعية ماشي بالسالوك وتعيشها طبيعية فلما انت الآن يجب أن تنقذ نفسك فأول واحد اللي يقدر يحارب المخدرات هو أنت لازم تحارب المخدرات لازم أنت تفهم وعلاش هذاك يدي لنا الأمراض وأنا ندي لنا المساعدة جايبت لي القفة نقولها جيبي لي طاسيلي ولا جيبي لي سيدي السعادة هو مدخلها تعاسة وتقولها جيبي لي سيدي السعادة انت كيفاش السعادة ما فهمتكش معايا يجي يلقى روحو صغير قدام قاعد وبعد يماه تجي وبعد مش معنا ام ارتي مامو افونتو اش مامو افونتو علاش هاد الهبال هذايا الانسان يبدي يشوف روحو علاش انا ما نحبش يما وعلاش انا ما نحبش روحي وعلاش ماشي انا سبورتيف وكنت نلعب خير منه وانا باغارور وانا يا ليتور وانا كذا وقادر ندير بزاف حوايج وبعد نبدا نشفي روحي نبلع نبدا نضرب روحي نسهر لي كامل نطلع الدروج نبدا
واني نمشي واش السعاده واش راك دير؟ علاش انت ما تحبش كيما نقول لك حنا باش انت تنقذ نفسك؟ علاش ما تنجحش؟ كاين ناس كانت تقرا مليح يقرا خير من هذاك اللي خرج قاري اللي راهو يخدم وقاري دار وتلقاه هو هو عاود كرفس حياته كرفس حياته. كاين المجال وين راه راه مفتوح في اي لحظه. الان في لحظه دوك هكذا تقرر دوك كيما قال الشيخ دوك تاخذ القرار والله اذا دوك دوك نبدا حياه جديده. خونا زكي كيما نقول كان معنا ان شاء الله راح يكون معنا في مجالس اخرى مثال على انه كانت حياته كاع مكرفسه خدا القرار تبدلت. يماه قبيل عيطت له قبل ما نجي شيخ عيطت له قبيل سلمت عليه قال لي يما راهي ميته بالفرحه اي تقول لكم يعطيكم الصحه ويتسلم على شيخ الطاهر ويتسلم عليكم وقال لكم بارك الله فيكم. فرحت يماه بعد ما كانت تشوف الولد هذايا في عالم المخدرات اي لحظه كان قادر يموت. وبعد فجاه يلقى وليدها يكرموه ويعطولوه كدايا ويقعد والناس تسلم عليه في الخير في الخير الناس تحبك ما تخافكش. فالانسان يعاود ياخذ القرار حب روحك انجح علاش ما تنجحش؟ علاش ما تنجحش في الدنيا وتنجح في الاخره؟ علاش ما تنجحش؟ علاش ما عندك كاين الناس عنده قدرات كبار يعرف يتاجر يعرف يهضر يعرف يبزنس يعرف يخدم يعرف يدير رياضه يبدا هاو الجامع يسكن قدام الجامع الناس تحبه وعلاش ما تستمرش هذا؟ علاش تبغي شي في الظلمات هكذا تحكي قريبه كاينه واحد الدبزه شكون فلان الاخر لافابو او دخل الحبس ما ندير ما نقدر وبعد الاخر شافه او دخل بوزه مع باللوطه وبعد علاش باللوطه البوزه ونقعدوا نجروا حياتك شكون هكذا وانت تكبر وانت وليدك هكذا يا الاخر تلقى روحك حياتك كاع وباباك مسكين فايت 70 سنه وليدو يقعد يشوف فيه وانت تسرق في داركم وتدي لي ماك الاخر وتدي باباك لانتري وساعه قديمه تاع جدك خلاها لباباك سرقتها له وتقعد تدي وتدي وانت اش من الحياه هذه وهذا جاعتك هذا جاع تريقريق فيها وبعد تموت وزيد تدخل جهنم شكون ما تعرف ماشي نقول لك وكان ما تعرفش صلاحك ما نهضروش بهذه الهضره تاع ما تعرفش صلاحك معناتها لازم تفطن دوك تفطن تفطن لانه جهنم ما فيهاش شغل رانا مع ولاد حومه ما كانش العذاب ديالها يخليك انه انت تتعذب وهي اللي شوف الى هذا المجلس ورمضان وليله من ليله من ليالي رمضان التي فيها العتق من النار وهذا الجو الايماني انا الشيخ انا خشعني انا خشعني كل ما كنتش حاب نهضر كنت حاب تزيد له الوقت نقول له كمل انت وانا نروح ما نهضرش عليك بصح قلت معليش على جال لي طارت باش ناكل حبه فخلاص حكينا على الاخيره على الشجر تاع الاخيره على الماكله ان شاء الله ما حد يحكي لنا على بالكم ان شاء الله الفاضي يحكي لنا عن النكاح تاع والا كان شغل تفارقوا نحكوا لكم على النزاع شفت كاش الحاله كل رغبه شوف الا ما خديتش القرار اليوم انا نظن باللي صعيب باش تاخذ القرار لانه علاش كاين قرارات تاخذهم دوك وانت في الاختيار الا ما خديتهمش في الاختيار تقدر تاخذهم في الاضطرار تقدر تاخذهم بالكوما ناس دخلت كوما ضربوه بموس ومن بعد دخل كوما شاف الموت ومن بعد خرج ومن بعد خرج هكذا دي كافي يكمل هكذا يسبح هكذا يكمل يسبح هكذا ماشي مشكل ولا يدخل الحبس وسبع سنين ومن بعد يخرج ومن بعد يخرج خلاص كبير 15 سنه ويخرج من تم ولا ما شاء الله هذايا دار كريم وال 25 سنه بصح علاش عليك هكذا علاش تخليه الكريم واخطر قرار تاخذه وين؟ تاخذه في الاخره هذا هو اخطر قرار اخطر ندامه يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل لانه الكثير من الندامات ربي حكاهم لنا في القران باللي كاين ناس حتندم هاد الناس اللي حتندم لانه ما لقاش الفرصه باش يسمع هذا الكلام هذايا فانت راك سمعته والله راه حجه عليك. الدور الثاني وهو الدور الجماعي لازم نفهموا باللي يا ناس لازم نحبوا الخير للناس. اول دور اللي لازم نأديوه لازم يأديه واحد الشخص وهو الاب. ايها الاباء لازم تفهم باللي الاب الابوه هذه ربي عطاها لك ما عطاها لكش خاطر انتم تاكلوا اللوز والجوز وفاميليا انتم الله يبارك جيبوا لا لا ربي عطاك الذريه ربي خيرك باش انت تكون اب. لما انت اب هذه نعمه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الابن والله غير يقدر يدخلك الجنه ويقدر يدخلك النار. فلما الانسان لازم يفهم بلي لازم يكون قدوه لازم نربي ولادي لازم نوقف
لازم نوقف على تربية الأبناء. ما يقول لك شيء يودي لي مربي من عند ربي وعينا الدلالي في حد الوقت هبلونا. لا لا لازم نوقف لولد صغير ولي نجري وراه ونحوص وندقق ونبحث ونسقسي وندوروا معايا ونقول يا وليدي لا لا والتاريخ ماشي مليحة ونأدي الدور. ما يقولكش أنا خلاص الدلالي هذو نهملوهم ونخلوهم لأنه اللي ما يتعبش مع ولاده كي يكونوا صغار راح يتعب معهم كي يكبر، واللي يتعب مع ولاده كي يكونوا صغار راح يرتاح كي يكبر، كي يكبر يولي يرتاح لأنه التعب تعبه مع الأول. فاختر تعبك، كل واحد فينا يخير التعب دياله. كاين واحد الشخص ايضا لقينا بلي الدور ديالو بدا يغيب، هذا الشخص وهو الاخ الاكبر. انت الان اذا كنت الكبير تاع الدار متقيما هذا شحال من واحد، شحال من قصه، شحال من حكايه عندي تاع شباب في سن المراهقه 13 14 15 16 تعوج. لماذا؟ لانه خوه الكبير، خوه الكبير الذي كان يقود القطار، شت القطار باش يمشي يمشي بالفانا الاولى مش الاخرين كاع راهم يتبعوا. انت ايها الاخ الاكبر انت هو اللي راك تصوب الفانا الاولى. فلما الان تلقى شحال من واحد يقول لك حبيت نخرج كيما خويا، خويا لي زون، خويا خافوه كاع في الحومه، خويا كيجي ايا هذا هو خو الاخر، هذا شبك خو الاخر، هذيك وحب شغل يساند ما يقطعش ساند، شغل ساند باش ما ينقطعش عن عن عن، هو يكمل عن 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 هذه يكملها، كيفاش نقدر نخليه؟ صافي يولي هذاك خوه يولي هو سبب الفساد ديالو. في بعض الحين هو يقول له ايه شكون اللي ايه نضربو ايه نضربو دوك قدامي اضرب يا المريض. وكاين ساعات ولي خوك يخرج زعما عاقل نعاودو نخرجوه على باكا. علاش؟ كون حنا عائله قاعدة على باكا نحبو لا باكا. صافي لازم الانسان الاخ الاكبر، سواء كنت انت في الطريق ولا حتى كنت في الطريق تاع الانحراف، لازم تفهم برك حجم المسؤوليه اللي راهي عندك. تاخذ القرار دوكا وتعاود انت تراقب دور موراك تلقى بلي الناس راهم يتبعوك، كاين خاوتك وكاين خياتك راهم يتبعوا فيك، عاود دور ليهم وعاود انت صلح روحك وتلقى خاوتك وحدهم يبداو يتصلحوا، تلقى خاوتك يبداو يتسقموا. ولما انت تسقم روحك لما انت تصلح نفسك تولي عندك القوه باش تعيط. اش كي تخرج من المسجد، تخرج من المسجد وصليت العيشة تلقى خوك شايد قارو ولا تلقاه الاخر تقدر تضربه وتعيط عليه. علاش؟ لانه عندك سلطه تاع قوه. انت خارج من المسجد انت صلحت روحك انت ضاربت انت اللي غادي تعرفها. لما انت تجي بلاء وزاطة يقول لك ما تهدرش معايا ما تهدرش معايا دوك نضربك انايا، وتلقى الان هذه المعاناه كلها راهم يعيشوها الوالدين. شوفوا ولادهم هذاك زاد عوج لهم هذاك وهذاك زاد عوج هذاك. ايضا دور الارحام، دور الارحام في المجتمع. علاش رانا متقاطعين؟ كل واحد عايش لروحه. اذا كنت انت خال شوف على وليد اختك، ما تعيش غير ولادي مرتي والمرأة ما تحبش قالت لي ما ندخل روحي وليد اختي هذا وليد اختي نحوس عليه. هيثم وليد اختي قال وليد اختي نحوس عليه ونجي نسقسي وين راك واش راك دير قريت ما قريتش. طايت لك اختك تقول لك اسمع هو بدا يتعوج لي نجي وليد خوك نوقف عند وليد خويا. انا عمو عندنا اسم واحد عمو الدم ديالو انايا نبدا نحوس على وليد خويا. هاد العلاقات الان تلاشت. واحد يقول له عمي ما كاش عمي يزيد يضرب عمو، والخال يقول لك انا ما ندخلش روحي. لماذا؟ لانه ما وقاش مرحله ما لم تكن له علاقه مع الارحام. هاد العلاقه تبنى انك انت تحوس عليهم. فرضا دوك رانا بعض الاحيان كاين ساعات الانسان اختو يموت راجلها ولادها كي يكونوا صغار تلقى هذا خالهم وقف كان يجيب لهم كبش العيد يديهم معه للبحر. نهار يبداو يكبروا تقول له نعيط للخال تقول لها ما تعيطيلوش خلاص والله ما خلاص ما تعيطيلوش. علاش؟ لانه كاين علاقه عميقه بيناتهم، كاين علاقه ذكريات تاع خالي وقف. عمي هذا كان راجل وقف معنا هو اللي ربانا. فواش يصرى؟ تولي هذيك لما انت غبت وانت ما كنتش وبعد النهار يقول لك ما تعيطيلوش عيطيلو نضربو عيطيلو نطيح القدر معاه. ولذلك لازم نعاودو نولو دور الارحام باش نغلقو هذا الفساد اللي راهو دخل من الديار ديالنا. دور الجار، وما ادراكم ما الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. دور الجار في المجتمع، جيرانك وين لحقنا؟ حنا الان راهي مجتمع اجيال هنا، كان الجار الولد والصغير كانت عنده هيبه. يعني الانسان كبير كي يدخل للحي هذاك وليد الجار كانت هيبه كبيره.
دوك حنا نلقاو جيران ولادنا هكذا ولاد حومه صغار 14 15 شي يتقابلوا في الحومه مين الحق شي يتقابلوا في الحومه ما على بالو بحتى واحد وانت ما هضرتش معاه وانت ما تهضرش معاه كاين ساعات وانت راك تشوف وانا راني نشوف تجي جايز تحس بولد بلي والله الا هذا هو النهار الاولاني تاعو تاع التدخين هذاك النهار الاولاني تاع التدخين لو كان انت دخلت روحك ما يتكيفش كان واحد شيخ كبير يعني في مجلس شيخ كبير يحكي لي قال لي في 16 سنه يعني بعد فرنسا بعد الاستقلال قال لي كان في عمري 15 16 سنه يعني بديت حوس خدمه ما لقيتش يحكي لي القصه في البون تاع الحراش باش جاني سافي لها قال لي في البون تاع الحراش نويت قال لي نويت نبدا نطلب قالت لي قلت من تم نبدا نطلب شوف كش كان المجتمع هذاك الوقت قال لي نويت نبدا نطلب قال لي وبديت ندير سيناريو بلي انا جيت من البلاد وما لقيتش خدمه ويما مريضه كي المهم خدم سيناريو مليح وتنفس مليح جا الاولاني جاي قال هذا يا باين عاقل نقول له الحق العبد السلام عليكم عمو قال له انا يا جيت من البلاد وما لقيتش خدمه وبابا مريض ويما وكذا ولا تقدر تعاوني قال لي ما عطاني شحال عطالو تصور شحال عطالو عطالو واحد السقله قال لي ضربني بواحد السقله لودن صونا لودني قال له علمون كيما نتايا جيت تطلب انت روح تخدم على روحك هذه السقله هذه بدلت له حياته هذيك السقله بدلت له حياته وعطالو درس عملي هذا الانسان اللي نهضروا عليه مازال حي وليده صاحبي ولاد ولاده يعني الانسان راه بالاحفاد ودار الدار وكان قادر يقعد يتسول ولذلك الان احنا عندنا دور الجار عندي دور ما تقول ليش هذيك الحكايه الوقت صعب والدنيا صعب ماشي مشكل ماشي دوك الجي يا سيدي اللي نقدر نهضر معاه على بالي بلي هذا باباه يصلي معانا لقيت وليده يدير امور ماشي ملاح نعيط عليه نحكم باباه نقول له خلونا من عقلية التشفي ولينا نشفاو شت نتشفاو نفرح نموت بالفرحة شت يا هاولي كيصلي معانا مو نافع جينا غير الصف الأول زعما يهضر مع الإمام مكتوب والدينا ومع الآخر شو وليدو واش راهو يدير ومن بعد انت زعما تلقى بنتو بلاصة هكدا مع واحد على ملف يخبيها عايليك بنتو غدوة من غدوة هاد القضية يقعد مخبيها هادي ما تزوج اللي يجي يقول لها علاش مرة مع واحد من جهة والله أعلم هادوك الله أعلم خافوا هادوك يقول الله اعلم شو ما قال والو مع الخلق يقول الله اعلم هو قال كلش وانا الانسان ما يحبش يقول يهضرش بنات الناس هكا هضرت كلش فتلقاه عنده واحد الجو عبك حسيت بلي ضعفت لكم الايمان على بالك الله خير الشيخ كان شنو يهضر نتبادلوا على بالك انا نهضر وبعد نتاعك ف كي نقول حنا تلقى الجار هذاك ما عندوش ضعف قال لما انت تهضر نهضر انا خلونا من هذا التشفي الانسان يولي يتشفى حتى في الفاميليا ديالو حتى في الجيران شت وليدك دوك رانا في النتائج يجي يقول له شحال ديت ديت 8 ولا ديت 7 يجي يضربو وما تجي تضربو تقول له مرتو لا لا ما تضربوش الاخرى بنت الاخرى دات 6 يعطيك الصحه وليدي هذاك راه فرح اش دا 6 وليد اختو والاخر دوبله ما شاء الله هاد ما فرحوش كي تروح تلسيتي نخرجوا نبداو نشوفوا ولا راحت لهم كاع وندخلوا وقد ما تروح بزاف قد ما نفرحوا زعما جات راحت في الحراش وباب الزوار الحمد لله شك الفرحة ولينا نحبوا تروح لهم كاع تلي سيدي الماء هذا الامر اللي خلينا نريحوا لذلك نخرجوا من هذا التشفي فالانسان يولي يحب لازم الرحمه لازم نطيح الرحمه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه راك تشوف المجلس هذا هذا المجلس تاع رحمه هذا المجلس الذي حركنا انه حابين كيما المقطع تاع الشيخ المنتشر انه حاب نتوبكم قاعدين هكذا رانا حابين قاع نتوبكم انا حابين الشباب قاع يولوا في طريق مليحه قاع تولوا ناجحين قاع تولوا ابطال تولوا لاباس تولي مزوج في طريق مليحه علاش نلقى هذا الشاب هكذا شاب اللي قادر يعيش ينجح ومن بعد يدخل المخدرات ومن بعد اوفر دوز ومن بعد يموت ومن بعد يقول لك اليوم راح تدرس احد المناطق في احد المساجد هنا اللي قريب عليكم ومن بعد رحت ومن بعد قال لي يا شيخ ولا تقدروا تجونا قلت له ما كانش الوقت مغلوق قلت له شوف مع الشيخ هو المدير ديالنا هو يعطيك الاخر بصح هو كلمه قال له بلي الوقت مغلوق قال لي خاطر مات البارح واحد اوفر دوز قلنا بلاك شاب صغير عنده اوفر دوز مات هذا اوفر دوز مات بصح راح دوكا راه في الاخر راح ولذلك الانسان نتعاونوا يجب ان نتعاون
نطيح الرحمة بيننا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا التعاون يا إخوان ما يكونش غير بالقول، نقدروا نهضروا، في بعض الأحيان ما تهضرش، نصحك والله ما تهضر، أفعل أفعل أفعل، عاون هذاك الإنسان، عاونوا عطيلوا حاجة، جايلوا كل العيد هذاك الناس، كي الناس بل تنزع مفتلق الإنحراف تلقاهم فقارة ماشي لحقين، روح روح أشري لهم حوايج العيد، أشري لهم، ما تقولوش صلي، ما تهضر معه والو، أشري لهم برك حوايج العيد، قل له أصبع أروح معايا جيب تزوج خوتك، أروح شري لهم تحوايج العيد، تزيد تلقاه في صف الأول، بعد يومين ثلاثة أيام تلقاه في صف الأول، مديت له كما قال ذلك العالم ادعوا الناس وأنتم صامتون، قالوا وكيف؟ قال ادعوهم بأخلاقكم، ندعوهم بالأخلاق، شتو برا ثلاثة ثلاثة، كاين واحد ثلاثة دخلوا للغار، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذه القصة، دخلوا ثلاثة للغار ومن بعد تغلقت عليهم، كي تغلقت عليهم قالوا إنه لن يجينا مما نحن فيه إلا عملنا الصالح الخالص لله، كل واحد فينا يقول العمل ديالو، صافي كل واحد فينا قال اللهم إن كنت قد فعلت هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج علينا ما نحن فيه، فالأولاني دعا ببر الوالدين الدنات الحجرات بصح ما يقدروش يخرجوا، الثاني زاد دعا بصدقته وأمانته للأجراء، كان يخدم عنده واحد وخلاه خلص عنده شوية وخدم له دراهمه ومع رجع له الأمانة ديالو بالزيادة، فالدنات الحجرات بعد الثالث الثالث قعدت ما يقدروش يخرجوا، لازم الثالث يزيد يحكي. الثالث واش قال؟ قال اللهم انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها وقد راودتها عن نفسها فابت، فاصابتها حاجة فاقة تزيرت، جات ليه قالت له تقدر تسلف لي؟ قالها حتى تمكنيني من نفسك، حتى تخليني نفعل بك الفاحشة ونعطيك الدراهم. فابت فلبثت مليا، راحت وريحت مدة، بعد عودت ولات. وبعد لما جلس مقعد الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، قال فقمت، هذه اتق الله زعزعاته، وبعد اعطاها المال قال وانصرفت وما زلت احبها. شهد وين راهو وين راهو شهد شي قال لها انا 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 حتى تمكنيني من نفسك، واش دارت؟ راحت، كي راحت واش راحت؟ هي ما قبلتش، راحت واش دير؟ عباك وين راحت؟ جات لعندك انت والعند هذاك وبدات تحوس على ولاد فاميليا، ما لقاتهمش، شفت واحد كيتموت على رجلها، ومن بعد تحس بلي شكون لازم نتفاهموا كيفاش نعاونوها كاش نديروا، حنا لا لا نبداو نستنى، دوك تخرج، دوك تخرج، دوك تشوف، ما تطولش تخرج، دوك تشوف، راني شفتها البارح خرجت، ومن بعد النهار تدخل في كاش حاجه، قلت لك ونعاودوا نولوا، فيجب ان نسد الباب. حتى لا أطيل عليكم، يعني الكلام راه طويل شوية لكن نتوقفوا، أظن أننا نتوقفوا باش ما نطولوش عليكم. حبينا نختموا برك واحد اللفتة، شتا الثلاثة اللي دخلوا الغار، هاد الثلاثة اللي دخلوا الغار، لو كان أنت كنت معاهم الرابع، أنت كنت معاهم الرابع، بداو يحكوا كل بين ثلاثة ومن بعد تقعد التالت الرابعة باش يقدروا يخرجوا. عندك أنت حاجة تقدر تدعيها، تقدر أنت تنوض هكذا وتقول بلي هل عندك أنت بطاقة تقدر تحكيها عمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى وبهم تدلنا الحجر، شتي العمل الصالح الحجر يدلناه، ولا واش تقدر دير؟ تقول لهم طبعوا ما قاعدش خاوتنا ما قاعدش نخرجوا الرقيق انت رقيق يخرج وعيط لهم، كاش تقدر دير؟ شفت كيفاش؟ شتي العمل الصالح يقدر يخدم العمل الصالح يدلني الحجر يدلناه، العمل كيكون خالص لوجه الله، فلما انت الان تنشا انت بطاقات تنشا انت اعمال خالصه لوجه الله، مشاكلك اللي تعاني منهم والله ما يفرهم الصاروخ، ما يفرهمش الغبره، ما تفرهاش الشوكنه، والله غير القرب من الله يفتح لك كاع الابواب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احكي واش راك حاب تحكي مشاكل، حتى وكان دوك تعيش مرمد قلت بالك عندك هكذا مده صغيره لما تكون قريب لله عز وجل ما يهمكش، كلش تبتيل واش رانا نعيشو كاع تبتيل، ها كاع تمت، ميم كيما قال الشيخ من قبيل واحد مات ونديكابي في القبر ما ينوض يمشي، بصح ينوض يمشي خلاص ينوض، هو الدور ديالو لعبوه ونديكابي، انت لعبتو فاقي، هذا لعبو ملفه، من بعد لعبناه في بوروبا، الاخر لعبوه في كندا، الاخر لعبوه في العراق،
وبعد نعاودو نشتمو على ديك الدنيا هي خلاص نحي هاي دوك الاعمال نعاودو كاع نشتمو ديالك. لما الانسان يفهم هذه الرساله يفهم بلي دوك لازم نتغير. ما خليش انا حبات العبديه ونعدل بها حياتي ويوم القيامه نقدر نموت ونلاقي الله عز وجل وانا سكران، نلاقي الله عز وجل وانا مخدر، نجي للقبر وانا نقول لك مات اوفر دوز، مات وكذا وكذا. فهذا الامر يجب ان ناخذ القرار ويجب ان نتعاون كلنا كما رانا نتعاونوا كل واحد. ما نقدروش نكونوا كاع شيخ طاهر، ما نقدروش نكونوا كاع محمد فليسي، ما نقدروش نكونوا كاع شيخ الياس، ما نقدروش. ما تتصورش بلي لو كان ما تكونش محمد فليسي ما راك دير والو. تقدر دير دوك فرضا نعطو مثال خونا زكي قدر يدير توقف على المخدرات بدا حكم تيك توك بدا يهضر يا شباب يا ليكيب والله غير تقدروا تحبسوا. وعرفنا حنا بلي كاين كثير من الناس توقفت بالسبب ديالو. اروح هيا قعد معنا ادي الرساله ديالك. علاش؟ لانه حنا الهدف تاعنا باش نسلكوا الشباب ونولوا كاع ان شاء الله كيما قلت حنا في طريق الاستقامه وطريق الصلاح. تصوروا يا اخوان، نختم بهذه الكلمه، تصوروا واش كان يحكي لنا الشيخ على الجنه وبعد وحنا حنا كاع رانا مجتمعين في الجنه. وبعد قول لي تفاش يا اختي الاخر، وبعد نقول لك تفاش لي طاف انت كي كلي انت معايا. بداو نحكوا وضحكوا فرحانين جال يعيش الانسان هذه السعاده. نسال الله عز وجل ان يجمعنا في مستقر رحمته وان يوفقنا لكل خير وان يجعلنا من عدد العتقاء من النار.